يا محاسن الصدف. صدف ايه يا راجل انت؟ ماشي ورايا ليه؟ عايز مني ايه؟ ابدا، انت ست جميله وانا راجل بقدر الجمال. والنبي انت راجل بتفهم. كمل. الست الجميله زي قطعه الحلوى، لازم تتلف في سلوفان عشان ما يعفش عليها الدبان. الله يقرفك، يا ريتك يا اخويا ما كملت. شفتي؟ اديكي قرفتي. انا اقصد ان الست الجميله زي قطعه الحلوى، لازم تتصان. اؤمر يعني؟ تحب اتحجب ولا تلفلك في كفن احسن؟ اعوذ بالله، كفن ايه بس؟ انا عايز اصونك من عيون الناس. تشكر النصيحة. خد دي. وبعدين على الدور يا صاحبي، صيدة دي ولا حوار قديم؟ أنا صيدة يا معفن يا هبل يا وسخ. أنا ما تقولي أنا بقى مين؟ أنا بنت عمر الشرشبي، تعمل فيا كده؟ طبعاً، ما هي هزلت هزلت. إيه يعني عمر الشرشبي؟ كان مرشح سابق لرئاسة الجمهورية يا أختي. أنيل يا أخويا أنيل. لا اسكت بقى وابلع لسانك بجعل أمك. ده في إيه يا زيزو؟ مش عارف تتكلم معايا إزاي؟ المدام تبقى طليقتي. يا نهار اسود، لا مؤاخذة يا هانم، ما كنتش اعرف. يا جدع، وسيبني كده من الصبح قاعد اتبخ فيها. نبخ؟ ما هي اللي جابته لنفسها. انا يا زيزو اللي جبته لنفسي. اخرسي خالص. ارجع ارجع انت كمان، هنعمل حادثه. انا زعلانه منك يا زيزو. بالليل فندق وراجل حاطط ايده على وسطك يا سناء؟ مش بيسندني بدل ما اقع؟ امال بقف زيك؟ وبعدين انت عايز مني؟ جوزي؟ طليقي؟ ابعد عني. انت كنت مراتي في يوم من الايام وكنت شايله اسمي. شلها يا اسم؟ خالتي وخالتك وتفرقوا خالاتي يا اخويا. طب ورحمه امك يا سناء؟ لو شفتك في مكان من ده تاني لاجيبك منه متشرم رابعه. طب وحياة أمك يا عبد العزيز؟ لو اتعرضت لي تاني لرجعك السجن، وساعتها هتقولي والنبي، وهقولك لأ. أنا ألبس أخرج أروح أجي براحتي، وبقى ساعتها بقى وريني المرجلة. يا لهوي، اتعملت ايه يا ستي؟
تخش عليا. فوق. يا وليه انت لسه يا جماعة؟ ما تريحينا بقى، قلت لك مش هديك الضاع، ريحينا شوية بقى. يا اخويا انت مالك هابت فيها كده ليه؟ محسسني ان انا بديك بيض بدل الفلوس. يا راجل ده انا هديك 20 و30 جنيه في الحتة. مالك؟ ارحمنا بقى يا ام سعيد، ما انت هتاخدهم بعد كده 300 في 300، ده نص النسوان المسجونة بسببك. يا اخويا دول نسوان رمم مش عايزين يدفعوا. وبعدين يا سي عبد العزيز انا بعمل لهم خدمه انسانيه، لا مؤاخذه تلاقي الواحده من دول اللي عايزه تجوز بنتها، اللي لا مؤاخذه اختها مع النساء، اللي متنيله بنيله، انا مالي؟ انا بعمل لهم خدمه يا حبيبي. انت طب رد انت يا عم. يوم 44 انت زي السرطان بتاكلي لحم الغلابه، بتمص دمهم، انت نتاج السفاح ما بين الراسماليه وفساد السلطه. ابو شبت اللي طالع لي ده عمال يشب ويلب، جرى ايه؟ ايه يا سي عبد العزيز؟ ما تقول حاجه. بس وكل على الله كده، انا بنشوف وكل على الله. طب انا بقى اللي هقول لك حاجه، عارف طول ما انت وراك اللي قدام الناشفه دي اللي واقفه لك وحواليك كده مزيطاك، والنبي ما هتقوم لك قومه ابدا، ولا حالك هيفضل واقف. يا ولاد توكل على الله بقى، توكل على الله. يا ساتر. احسن احسن احسن. حاجه تقرف زي الدبانه. لا ايه؟ هاي يلا امشي. خد تعال تعال يا عم كامل. انت بتعمل ايه؟ ايوه يا فندم. ازيك يا عم كامل؟ اقعد تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. امي في البيت؟ ايوه يا فندم، بس اتفضل. طب هي عايزه حاجه يعني؟ لا، هي قالت لي ارفع لسعادتك عشان لو حضرتك عايز حاجه. طب انت عايز ايه؟ لا انا كنت جاي لحضرتك كده بموضوع، عشان موضوع جهاز بيتي كده بجهزه. ماشي. ايه؟ انا عايزك تشوف العم كامل اللي هو عايزه، خدش منه جنيه. بنته ايه؟ بنتنا خلاص. عينينا عينينا يا عم كامل، تؤمرنا يا حبيبي. ماشي يا فندم. ايوه امر سعادتك. الله يخليك. ماشي يا فندم. عايز حاجه؟ ربنا يخليك. ربنا يخليك. سلمنا على بنتك. ماشي يا فندم، الله يسلم سعادتك. يلا سلام عليكم. الف سلامه. الف سلامه ورحمه الله وبركاته. والله شكله راجل طيب. شوف كام واحد عايز يتجوز بنته بقى النهارده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه السلام الله وبركاته يا سيدي. اهلا بيك. مش انس بيه برضه؟ انس بيه. اسم الله عليك. انت مش تقول لي اتفضل؟ ما لا مؤاخذه، اصل المحل يعني ضيق، وبعدين ما فيهوش بضاعه، ممكن ترتاح هنا.